السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا على الف خير. رجعت لكم فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا راني واقفه في جهه ديال الكوفي كورنر، او الجهه اللي مخصصه القهوه في الكوزينه. يعني لا فيديو ديال اليوم غتكون عندها علاقه بالقهوه وكذلك بالمشروبات. نعطيكم بعض الاقتراحات ديال مشروبات اللي كتشرب سخونه وكتصلح في هذه الايام هذه ديال فصل الشتاء. فيها بعض المشروبات اللي انا كتعجبني وعندي مفضله بزاف وبغيت نشاركها معكم، وفيها بعض المشروبات اللي مفيده بزاف للجسم ديالنا سيرتو في هذه الايام هذه. وغنشارك معكم كذلك بعض المنسمات اللي كنسم بها القهوه، بما ان هذا السؤال هذا جاني من بزاف ديال الاخوات منكم في الفيديوهات السابقه. الا كنتم مهتمين كملوا الفيديو حتى لافان. بالنسبه ليا المشروبات اللي هي سخونه مهمه بزاف في هذا الفصل ديال الشتاء، كيعجبني هكا نشربها ونتعشق عليها، وكذلك النوع كل مره، وشنو مره قهوه، مره اتاي، مره حليب بالشوكولات، وكذلك نجرب اي حاجه هي جديده. مؤخرا خديت هاد القريعات هادو اللي فيهم البودره ديال الكاكاو، وحده ديال النعناع، والاخرى ديال الكوكيز. المذاق ديالهم غزال غزال بزاف. خديتهم من تيكا ماكس، الثمن ديالهم كان 5 اورو. تقدروا تشربوهم مع الماء سخون بالنسبه البنات اللي كيبغيو يعني داكشي شويه خفيف، وتقدروا كذلك تشربوهم مع الحليب بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعني المشروب يكون هكا شويه ثقيل. والسيرو باش كنسم القهوه، وبعض المره كنحلي بها الا بغيت المذاق يجي هكا شويه مسوس. هما هادو اللي كتشوفوا ديال هاد لا مارك ديال مونين، كناخذهم من ايديكا وكيتباعوا في لي سوبر ماشي اللي هما كبار. بالنسبه للحجم الكبير الثمن ديالو كيدير 3 اورو 50. الحجم الصغير كنت خديت باكيه من تشيبو تقريبا شي 12 اورو، فيها 6. المذاق ديالهم الصراحه غزال غزال بزاف، شويه حلوين. تقدروا كذلك تعوضوهم بهاد النوع هذا ديال السيرو اللي كنت خديته من تيكا ماكس، باكيه فيها 5، واحد ديال الفاني، واحد ديال اخون زيرو، واحد ديال نواسيت، كذلك الكراميل مملحه، وواحد ديال سبيكولوس. ديجا كنت جربتهم شحال هادي وصدقوا زوينين. غير بالنسبه ليا انا لا مارك الاولى كتبقى هي اللي حسن. والتغيير كنسم القهوه بعد المره بهاد لي سوسيت هادو اللي الصراحه كيعطي واحد المذاق اللي هو غزال، وفي نفس الوقت واحد التقديم للقهوه اللي هو جد رائع. كنتو سولتوني عليهم بزاف في الفيديوهات اللي دازو، وحتى في انستغرام قلت لكم خديتهم من تيكا ماكس، الثمن ديالهم الا بقيت عاقله كان 5 اورو، باكيه فيها 5. خديت ديال الفاني، ديال الكراميل، ومؤخرا خديت هادو اللي هما في البيض والاحمر ديال النعناع، كيجيو غزالين. واللي زوين فيهم اكثر هو انه نقدروا نستعملوا غير الكميه اللي محتاجين. الكميه اللي كتبقى كنغطيوها بالبابي سلفيريزي حتى الاستعمال الجاي. كناخذ كذلك هاد لي صوص اللي كتشوفوا من ايديكا، وحده ديال الشوكولا والاخرى ديال الكراميل. القوام ديالهم كيكون هكا شويه ثقيل وكذلك حلوين بزاف، كيجيو هكا مع القهوه وكذلك مع حليب بالشوكولات. نقدروا هكا نزينوا بهم وكنستعملوهم كذلك حتى في لي كلاص. وخديت مؤخرا هاد الباكيت هادي اللي كتشوفوا من تيكا ماكس، فيها هكا هاد الكويسات اللي عامرين بالبودره ديال الكاكاو كل وحده، وباش من السما الثمن ديالها كانت 9 اورو. نقدروا هكا نستعملوها مع الحليب او مع الماء سخون، واكيد مع القهوه ضروري خاصني هكا شي حاجه اللي تكون حلوه كل مره. شنو كنحط معها؟ مره هكا دي ماكارون، مره كوكيز، مره سابلي. هاد المره حطيت سبيكولوز بما ان هاد الوقت ديالها الوقت ديال البرد، وحتى دوك النكهات اللي فيها شويه مجهدين وكيصلحوا بزاف هاد القيته ديال البرد. اول مشروب غنقترحو عليكم هي كراميل ماكياتو، قهوه من السماء بالكراميل. غادي نحتاجو لها الحليب، عندي لاصوص ديال الكراميل، وعندي السيرو كذلك ديال الكراميل. الا ما كانش نقدروا نعوضوه بالنسمه ديال الكراميل حتى هي كتجي مزيانه. وفي الاخير عندي دوبل اسبريسو اللي عصرتها في لاماشين اللي عندي. تقدروا نتوما ديروا كاع غير هكا قهوه تكون هكا شويه مجهده في الدار الا ما كانش عندكم توفره لا ماشين ديال القهوة. وبالنسبة للحليب خاصو يكون شوية ثقيل، تكون فيه هكا رغوة.
انا استعملت لا ماشين ديالي كتخرج هكا الحليب فيه الخوا، وفي نفس الوقت يكون هكا شويه سخون. الا ما عندكمش متوفره تقدروا تاخذوا قرعه ديروا فيها الكميه ديال الحليب، تخلطوه بيديكم مزيان حتى تكون فيه الهواء، ومن بعد تسخنوه. هنا كما شفتوا غادي ناخذ الكاس اللي غنقدم فيه القهوه، غندير فيه تقريبا واحد جوج معالق صغار حتى ثلاثه ديال الكراميل. غنعاود نضيف عليها السيرو ديال الكراميل، درت جوج ديال المعلقات صغار، غنضيف القهوه، وفي الاخير غادي نضيف الحليب. بالنسبه للمقادير بالضبط كتبقى على حسب كل واحد، واش كتبغيو النسمه ديال الكراميل تكون اكثر من ديال القهوه او العكس. صافي تقدروا تكتفيوا بالقهوه هكا، تزينوها بواحد شويه ديال الكراميل من الفوق. انا بالنسبه ليا كتعجبني هكا، نزيد ليها واحد شويه ديال شونتي من الفوق، وغنعاود نزينها من الفوق كاع واحد شويه ديال الكراميل، والقهوه ديالي كتكون على هذا الشكل اللي كتشوفوا. وبالصحه والراحه. وبالنسبه للتحليه كيف ما شفتوا ما درت والو، لان لاصوص الكراميل وكذلك السيرو ديجا حلوين. والاقتراح الثاني اللي غيكون عباره على كوفي كوكونوت شوكليت، اللي هو حليب بالشوكولات منسم بالقهوه وكذلك بالكوك. غادي نحتاجو لاصوص ديال الشوكولات، عندي واحد جوج طريفات ديال الشوكولا يكون الاحسن اسود، شويه ديال الحليب، شويه ديال السيرو ديال الكوك، وعندي رقائق ديال الكوك للتزيين. غادي ناخذ هنايا الحليب نفيدو مزيان، من بعد ندوب فيه داك الشوكولات. من بعد غادي ناخذ الكاس اللي غنقدم فيه، وغنضيف له واحد شويه ديال السيرو ديال الشوكولا، وهذا يعني كيبقى اختياري، تقدروا ما تضيفوش ما بغيتوش. كنقول لكم ديما القياس بالضبط ديال الشوكولات كيبقى على حسبكم نتوما، واش كتبغيو هذا المشروب يكون هكا فيه المذاق شويه ديال الشوكولات اكثر او خفيف. غنضيف كذلك واحد شويه ديال السيرو ديال الكوك، تقدروا كذلك تعوضوه بالنسمه ديال الكوك. غنضيف اسبريسو، تقدروا كذلك تعوضوها بنسكافين دوبها شويه الماء، غير خاصها تكون هكا شويه مجهده. وغنضيف الشوكولات اللي دوبته مع الحليب. في الاخير كاع غادي ناخذ شويه ديال شونتيي، غنضيفها من الفوق، تقدروا ما ديروهاش لما كتعجبكمش. وغنزين بواحد شويه ديال الرقائق ديال الكوك مع شويه ديال الصوص ديال الشوكولات. صافي المشروب ديالي او القهوه ديالي كتكون على هذا الشكل هكا. صراحه هذا عندي من المشروبات اللي هي مفضله، ان شاء الله تجربوه. ثالث مشروب غنشاركو معكم اللي هو هوت شوكليت سبيكولوز، حليب الشوكولات البيض منسم بسيرو ديال سبيكولوز. غادي نحتاجو هاد السيرو هذا اللي هو ديال سبيكولوز، عندي واحد شويه ديال السيرو ديال الشوكولات البيض، طريفات ديال سبيكولوز الحليب، وطريف ديال الشوكولات البيض. غادي ناخذ الحليب نفيدو، من بعد نضيف له الشوكولات البيض ونخليه حتى يذوب. ومن بعد غادي ناخذ الكاس اللي غنقدم فيه، غنضيف عليه واحد جوج معلقات صغار ديال السيرو ديال الشوكولات البيض. كما قلت لكم في الاول، الا ما كنتوش متوفرين على هاد السيرويات هادو، تقدروا تعوضوهم بالنكهات اللي كنستعملو في الحلويات واللي كيتباعوا في المحل ديال الحلويات. غنضيف من بعد ثلاثه المعالق صغار ديال السيرو ديال سبيكولوز، وفي الاخير غنضيف الحليب اللي ذوبت في الاول مع الشوكولات، تقدروا تخليوه هكا. بالنسبه ليا انا دائما كنضيف واحد شويه ديال شونتي. وغادي ناخذ هذوك الطريفات ديال سبيكولوز نفرتهم هكا شويه بيدي ونزين بهم من الفوق، وحتى هما كيعطيو واحد المذاق اللي هو جد رائع. والمشروب ديالي كيجي على هذا الشكل اللي كتشوفوا. واحد الملاحظه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش متوفر السيرو ديال سبيكولوز، تقدروا تاخذوا واحد جوج طريفات وتضيفوهم مع الشوكولات فاش تكونوا كندوبوا مع الحليب، حتى هو كيجي مزيان وكيعطي واحد المذاق اللي هو غزال وكذلك رائع. و
ورابع اقتراح نقترحه معكم اللي غيكون الجولدن كوفي، قهوه بنكهات اللي هي شرقيه زوينه بزاف في المذاق، سخونه كتستحفظ الايام ديال البرد وكتعطي الجسم ديالنا واحد الطاقه. غادي نحتاجوا لها كاس ديال الحليب، عندي جوج حبات ديال الهيل، ثلاثه ديال القرنفل، واحد راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه ديال سكينجبير. من الاحسن الا كان عندنا فخي نحكو واحد طريف صغير، الا ما كانش ديروا بحالي هكا غير سكينجبير اللي كنطيبوا به. وغنحتاجوا كذلك راس معلقه ديال الخرقوم. غادي نخلط المكونات كلها وندوزها في الميكسور حتى نحصلوا على واحد الرهوه من عندك الحليب، وغنردها على عافيه متوسطه حتى تسخن وفي نفس الوقت دوك النكهات كيندمجوا. صافي في الاخير غدا نصفيها ونقدمها. تقدروا نتوما تخليوها بحال هكاك، بالنسبه ليا انا دائما كنضيف لها واحد شويه ديال الرغوه ديال الحليب، كتعجبني تجي هكا شويه ثقيله. بالنسبه للتحليه كنضيف في الاخر معلقه ديال العسل، تقدروا حتى نتوما تضيفوها في الاخير او تضيفوها في الوقت اللي يكون الحليب كيسخن. وغنزينها بواحد شويه ديال البودره ديال القرفه. وحاجه اخرى بالنسبه للنكهات، كيبقاو على حساب كل واحد والذوق ديالو. اللي كيبغي النكهات يجيو هكا شويه باينين شويه قويين ضيفوا كميه اكثر، والبنات اللي كيبغيو النكهه تكون هكا خفيفه غضيفوا الكميه اللي درت انا او قل، كيبقى على حسابكم نتوما. وهذا هو المشروب ديالي، بالصحه والراحه. المشروب اللي غنشاركو معكم دابا غيكون عباره على شاي او اتاي بالليمون وبالزعفران الحر. غادي نحتاجو دهونديل ديال الليمون، جوج ديال لي ساشي ديال اتاي، عندي الليمون معصر، شويه ديال السكر، انا استعملت لاكاسوناد، عود ديال القرفه، وشويه ديال الزعفران شعره. غادي ناخد اتاي ونطلقو فواحد شويه ديال الماء طايب. اتاي اللي استعملت انا ديال الزعفران شعره، تقدروا نتوما تعوضوه باي اتاي عندكم متواجد في الدار. وغادي ناخد جي دورونج نردو على عافيه متوسطه، نضيف عليه لي غونديل ديال الليمون مع العويد ديال القرفه، ونضيف كذلك السكر. السكر كما قلت لكم في الاول انا درت لاكاسوناد، تقدروا تعوضوها معلقه ديال العسل او ديروا حتى السكر البيض توا كيجي مزيان. وفي الاخير كاع غنضيف اتاي ونخليه تقريبا واحد دقيقه حتى يندمجوا العناصر. صافي في الاخير غادي نخوي المشروب ديالي في الكويسات اللي غنقدم فيهم، وغنضيف كذلك حتى دوك لي غونديل ديال الليمون مع العويد ديال القرفه. بالنسبه لدوك لي ساشي ديال اتاي ما رميتهمش، حتى هما خليتهم غنضيفهم باش يزيد اتاي يطلق اكثر. وفي الاخير غنضيف الزعفران. الزعفران كيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما، واش كتبغيو كميه يعني شويه مجهده او خفيفه. وهذا المشروب هذا كيجي لذيذ وكذلك غزال في المذاق. كيف ما كتعرفوا الزعفران كيتماجى مع الليمون، مفيد بزاف في هاد الايام ديال البرد، غني بفيتامين سي وكيعطينا واحد الطاقه وكذلك واحد السخونيه للجسم ديالنا. وهكا قدمت المشروب ديالي، بالصحه والراحه. اخر مشروب غيكون هو هذا، يعني واجد ما عندي فيه حتى شي حاجه. غادي نرد واحد شويه ديال الماء يسخن، وغادي ناخد البودره ديال الكاكاو اللي شاركت معكم في الاول ديال الفيديو. خديت هذه اللي من السماء بالنعناع، المذاق ديالها كيجي غزال غزال بزاف. وكيف ما كتعرفوا النعناع كيتواتى بزاف مع الايام ديال البرد، غناخد منها تقريبا واحد 3 ديال المعالق صغار. بالنسبه لي ما عندوش متوفر هاد البودره الكاكاو، تقدروا تاخذوا الكاكاو اللي مولفين كتوجدوا دائما سواء مع الحليب او مع الماء، ضيفوا له واحد القطرات ديال الروح ديال النعناع او ضيفوا السيرو ديال النعناع اللي كان متواجد. صافي غادي نخلطوا. وانا بالنسبه ليا كما قلت لكم في الاول ديما كنضيف واحد شويه ديال شونتيي، وغنضيف كذلك سيرو ديال الشوكولا المذاق وكذلك التزيين. وهذا هو المشروب ديالي، وبالصحه والراحه.
صافي وصلنا لافان ديال الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم ويكونوا كذلك عجبوكم الوصفات اللي شاركت معكم اليوم وتجربوهم. كيف ما شفتوا ماشي ضروري انه نخرجوا او نمشيو لكافي باش هكا نتعشقوا على شي قهوات اللي غاليين او معروفين، نقدروا كذلك حتى في الدار ديالنا نوجدوهم باشياء اللي هي بسيطه. حاولوا غير تلعبوا شويه على التقديم، لان التقديم كيلعب هكا دور كبير، وكيف ما كتعرفوا دائما العين كتاكل قبل. الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك، الى عندكم شي سؤال خليوا لي في لي كومونتير ان شاء الله نجاوبكم. خليتكم على خير وقريب نتلاقاو فيديو جديد. سلامه.